السلام عليكم دراري، معكم يوسف أقلال. درت واحد لايف سوربريز عاوتاني، ما علمتكمش. غادي نصبر شويه باش تكونيكطا اللي كان حاضر. ومن بعد ان شاء الله بغيت نهضر لكم على واحد اللعبه زوينه سميتها، غادي تعجبكم جوبونس. دونك قلت ندير لايف غير بحال كذا، عندي واحد 15 مينوت ديال الطريق، قلت نهضر معكم ونعاود عليكم الا ان شاء الله الا غادي تستافدوا معايا في الاكسبيريانس هاد الاكسبيريانس هادي. دونك وي دغيا تجمعوا الدراري ديما حاضرين، تبارك الله عليكم. اش ندير هادي باش ما يبرزلكمش الضوء. اوكي دونك اشنو بغيت نقول لكم، بغيت نعاود لكم حيت هذاك فاش عاود لكم انا شويه القصه ديالي، بديت من العام اللي فات ديال ديجا كنت كندير مع الاخرين، كندير مع في الصالير تقريبا شي 100000 دولار هنايا. ما خصني نرجع بكم شويه اللور، دابا انا ما كرهتش نرجع بكم اللور مزيان من الاعداديه ديالي وداك الشيء، ولكن نمشي معكم دقه دقه. نرجع معكم لواحد ليطاب، حيت البارح جاتني دابا هاد الشهر هذا عندي بزاف ديال لي زوفر من شي شركات كبار. من وحده جاتني البارح نيت ديال إريكسون كيديروا هادشي ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال، وجوج ديال الشركات ديال المغرب هذاك القرض الفلاحي، وواحد الجروب واحد شي شركه ديال الجروب اكوا كيديروا لي موبيلي. يمكن هادوك الجوج قال لك تلاقاو بك زعما في مونريال باش نديروا معاك لي زونتروتيان. وانا في نفس الوقت هاد الشهر الحمد لله في مارش كان احسن شهر ديالي بور لانستون. دابا درت في الرويالتي، درت شي يمكن ديباسيت 17000 دولار من هنا، يمكن بلي سالي الشهر غنكون شي 17500 يمكن، وقربت شي 100000 دولار ديال السيلز. دونك هذا رجع بيا اللور انا بواحد الطق. تفكرت جوج لعبات، اللعبه الاولى ملي كنت كنقرا الله تخرجت من لو اس تي في 2007 انا كنت تخرجت من لو اس تي. ودابا بزاف ديال الدراري كانوا كيعرفوا الناس، فهمتيني، كل واحد با كيعرف الاخر في تما في هذيك الشركه وديك الشيء. قال لي كل واحد اللي يدبر ليه با على ستاج، اللي يدبر ليه با على خدمه ديريكت، اللي يدبر ليه على ستاج بري امبوش. وكنت انا واحد الدري زعما حنا فقراء فهمتيني، ما عندناش والو، والدينا في حالهم زعما فريمون كيتقاتلوا. انا الوالد ديالي كان كيخدم جوج ديال الخدام باش يلاه باش يلاه كنت نقرا وداك الشيء. وداك علاش انا وداك الدري بعدا بجوج بينا كنا جبنا مونسيون بيان. داك الدري الهاشم تحياتي من هنايا صاحبي، وكان صاحبي من ليسي تكنيك، حنا بجوج بينا كنا جبنا الباك الكترونيك مونسيون بيان، ولكن بجوج بينا ما درناش كلاس بريبا حيت ما كانوش عندنا لي مويا فهمتيني، ما تقدرش باقي تكمل تمشي دير اقسام تحضيريه وبقى باك عاوتاني كل شهر يعطيك 500 درهم 1000 درهم منين فهمتيني. دونك قلنا نديرو لو اس تي، نتخرجوا نقرا واحد العامين في لو اس تي ونتخرجوا صافي نخدموا ندبروا على راسنا. المهم اللي قربنا نتخرجوا الدراري كل واحد بدا كيتخشى، اللي تخشى في بروكتر اند جامبل هادي. حنا كنا جبنا عاوتاني في لو اس تي، عاوتاني كملت انا لو اس تي كملته بمونسيون. داك الدري حتى هو جاب شي 13، حتى هو جاب زعما دابا كنا كنقراو مزيان، ولكن ما كنا كنعرفو حتى شي واحد. والدينا ما كانوا كيعرفو حتى شي واحد اللي يدبر لك في تومسون ولا في سيمانس. كل واحد الدراري صحابنا كل واحد فين تخشى، وحنا بقينا كندورو في عينينا ولا نقول ليه الهاشم نوض نقلبو على خدمه. وحق الله العظيم الا لبسنا وكان ديال مصعد داك النهار، ولبسنا زعما قميجات وهاداك واحد شي سراول وصباط، وانا كاعد واحد الصباط مقمقم شريته من القريعه ومشينا كندورو على الخدمه، وطبعنا بزاف ديال السيفيات، طبعنا شي 20 سيفي. وكندورو فين غندورو فين غندورو، عاوتاني لي مويا عاوتاني قلنا ندورو حدانا فهمتيني. لو اس تي اللور ديال لو اس تي قلنا تما يكونوا بعدا دوك الشركات وداك الشيء، وبقينا كندورو تما. وقعت حرتنا داك سيدي معروف كله، مشينا حتى لسيدي معروف الفوق على رجلينا، شركه بشركه ان وي اتصالات ميديتال هادي. وغالبا دابا غيكونوا شي وحدين هكا تعطيه السي في كتخرج كيلوح في طاروت الزبل ولا شي لعبه. شد حط لي التليفون، طح لي التليفون، سمح لي
قلت لكم بقينا كندورو كل شركه كتدخل لها كتحط لهم السي في ديالك زعما كتقول لهم الله يجزيك بخير انا هادي راه لو اس تي طا 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 قلبوا على شي ستاج على خدمه على اي حاجه كانت خدمه ما كانش غير ستاج ماشي مشكل ودفعنا شي شحال درنا زعما كاع هذوك الشركات كلهم 20 سي في حطيناهم كاملين ومشينا مشينا للاس تي زعما حنا على امل حنا كنقولوا زعما راه غيعيط لنا شي واحد ما عيط ما حاش علينا حتى شي واحد هادي سميتو المهم من بعد صراحه من بعد انايا وقف معايا واحد الدري كان حتى هو ولد الاس تي كان برومو سابقني بعام عيط ليا قال لي دير سميتو راه بي ان بي كيروكريتيو جي قلت له انا بي ان بي دابا بوست انفورماتيك انا عندي الدبلوم انا كنت كنعرف الانفورماتيك ولكن الدبلوم ديالي الكترونيك قال لي سي با غراف غير اجي راه غنهضر مع هذيك خيتي ديال الريسورس هيومان قلت ليه واش بصح بصح قال لي والله قلت ليه زيد على الله المهم عاوتاني قديت السي في ديالي ومشيت لابس عاوتاني قويميجه ديالي للعيبات هبطت للمدينه كانوا هما كانوا في مدينه قديمه قبل ما يطلعوا لباب مراكش قبل ما يطلعوا لكازانير شور كانوا وحده في ليفار قابلين مع باب مراكش تقريبا مشيت ديت السي في ديالي حطيته فيه على هذاك الولد تبارك سميتو كاع ناري نسيت سميتو هذاك الدري مسكين وقف معايا اول خدمه ديالي مشى قال لي شوفي هاد الدري هذا راه ما يغركش زعما السي في ديالو راه واخا الكترونيك راه مزيان في الانفورماتيك هادي غعيطي ليه غجربيه وفعلا عرفتي غادي في الطوبيس راجعنا للدار وما عيطوا ليا قالوا لي هادي ما انا ما تيقت انا فرحت اول اونتروتيان زعما فرحان مشيت المهم خدمت معاهم دابا هاد القضيه هادي خدمت معاهم بعدا الصالير الاول ديالي معاهم كان 4200 درهم نت كانت شي 7000 درهم برود حيت هما كان عندهم الصراحه كان عندهم بزاف ديال لي زافونتاج كانت عندهم لي ميتويال ولا الريتريت لاسيرونس بزاف ديال التخربيقات ولكن كانت عندي 4200 درهم وكنت كنخدم يومين في الصباح يومين العشيه يومين في الليل كيخدموا استراند فهمتيني وكنت فرحان ولكن بقى فيا الحال زعما دوك الشركات المعمر ما كيعيطوش ليا فهمتيني دابا اليوم ملي درت بحال هكا بان ليا فداك شحال دازت زعما مور 17000 دولار بقيت نقول دابا شو دابا كون بقيت دابا جالس فديك الخدمه ب 4000 درهم 12 عام دابا تكونوا كاع وصلوني 7000 ولا 8000 درهم هذيك 17000 دولار انا ديك السالير ديالهم في عامين دابا تقدر ديرو في شهر فهمتيني وانت جالس في الدار وانت خدام في خدام اخرين وخدام هما مدخلين لك فلوس الحاجه الثانيه هي انه دونك شنو غتستافدوا زعما من هاد البلان هذا الاول هذا سي كو ما عمرك تخلي شي واحد يدير لك لا ليميت انت هو لا ليميت ديال راسك فهمتي ما عمر شي واحد ما تخلي شي واحد يو تو في بونسي ولا كروار كو راه انت كتسوى 4000 درهم فهمتيني ما عمر شي ولا تبقى جالس انت تما كتقول راه داير معايا مزيان راه حتى واحد ما داير معاك مزيان راه الا كان كيعطيك 4000 درهم ولا 40000 درهم عرف انه كيدخل فوق كيدخل زعما منك بزاف ديال الفلوس فهمتيني دونك ماشي كنقول لكم عاوتاني بحال هكا باش تخرجوا من الخدمه ديالكم ولا شي حاجه كاينين دراري خدامين مزيان 20000 درهم 15000 درهم وكاين دراري ما خدامينش مزيان فهمتيني كاين انا واحد لقيتها كنت خدمت عاوتاني مع رونو كانوا كيعطيهم لشي وحدين 1500 درهم في الشهر شنو هي 1500 درهم في الشهر انا الكره ديالنا كنت كاري ملي كنت كاري مع الدراري ملي تخرجت كنا كاري ب 1700 درهم بقيت نقول كيفاش الناس عايشين ب 1500 درهم في الشهر دابا الميساج ديالي الاول الدراري اللي خدامين قل من 4000 5000 درهم الا ما كنتوش كديروا كوميرس اون لين راه والله الا كتضيعوا في الوقت وكتضيعوا في الحياه ديالكم وكتضيعوا في الفلوس وكتضيعوا والديكم وكتضيعوا ولادكم وكتضيعوا ريوسكم الدراري اللي كيتخلصوا مزيان تما في المغرب حاول يكونوا عندكم ان بلان ديال من هنا 5 سنين ولا من هنا 10 سنين خاص يكون عندك لو بلان ماشي انك دير شركه كاع ولا انك ما تبقاش خدام عند شي واحد خاص يكون عندك لو بلان انك تكون فري راه لا بلوبا ديال الناس اللي خدامين في اللي داروا لي بيزنس ديالهم راه الهدف ديالهم ماشي هو الفلوس راه بحال دابا داك ستيف جوبز ولا داك اللي داير داك تيسلا ولا ديال فيسبوك ولا كلهم راه الا سولتي يقول لك انا اي دونت كير اباوت ماني راه اتس اباوت فريدم
it's about انه الا بغى يخدم يخدم، بغى يدير طياره يدير طياره، بغى يفيق الديني يقول لهم عتش غديروا، مابقاش انا بغيت كاع انا حنا سيدي نقلبوا حنا لا استراتيجي، انا نولي ندير سيدي الترانات فهمتيني يديرها، بغى ينوض الصباح مابقاش خدام كاع، هو بغى الساك ديالو يمشي يشري شي فيرما في شي قنت ويجلس فيها غيديرها فهمتيني. دونك حاولوا انه يكون عندك البلان انه من هنا 5 سنين 10 سنين تكون فري انك تختار تخدم ولا دير بيزنس ديالك ولا ما تخدمش ولا توقف ولا دير اي حاجه فهمتيني. الحاجه الثانيه سي كو ما عمركم ما يبقى فيكم الحال، ما عمرك ما تحس بالفشل انك زعما حاولتي مثلا دفعتي لشي شركه وترى القرض في لحظه دفعت لهم 17 مره انا ملي كنت خدام في مارين وقراو مازال مازال انا راه كملت لو اس تي ودرت درت ماستر من بعد وخدمت خدمت واحد القيت خدام مع هاد الشركه فرنساويه وكلشي وكندفع لهم ما كيحاشيوش ما كيعيطوش ليا كاع ما كيقولوش لي حتى زعما راه ما خصيش شفنا السي في ديالك ولكن ما حملناكش فهمتيني. ولاو دابا يعيطوا لك ويطلبوك عادي باش تجي لمونريال في لوطيل باش تلاقى معاك باش 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 يدوي معاك. علاش؟ حيت ما حديتش راسي في هذاك الشيء فاش حدوني هما فهمتيني. ملي غادي تخرج من لو اس تي ولا ما غتكون ما عندكش الباك ولا تكون تخرجتي من لافاك ما عمر ما تخلي شي واحد يحددك في هذاك الشيء تقول صافي انا باك بلس 2 راه غادي نبقى خدام حياتي كلها ب 3000 درهم اجي نشوف كيفاش نخرج هذيك 3000 درهم نو. قول انت دابا هاد واحد الدري حمزه سا لاس صحابني واش واحد الدري قرا معايا حيت واحد الدري هذاك النهار قال لي حتى لقاني زعما كندير لايف وقال لي راه قرا معايا في لو اس تي. قلت لكم ما تخليو حتى شي واحد يليميتيكم حتى شي واحد فهمتيني. انت هو لا ليميت ديال راسك. انت الا فقتي الصباح وقلتي انا دابا خدام 3000 درهم ولكن انا ساوي اكثر من 3000 درهم وهاد هاد العباد هي اللي خاصكم تقولوها. ما عمرك ما تخلي لومبلوايور ديالك ولا الديبلوم ديالك ولا ليكسبيريانس ديالك ولا السميه ديالك ولا داركم ولا والديك ولا حتى شي واحد يحدد شنو هي لا ليميت ديالك شنو انت كتسوى فهمتيني. كلشي داكشي غير ايطاب. اعتبر اي حاجه في الحياه ايطاب. اعتبر الفشل ايطاب. اعتبر داك انك سقطتي في الباك ايطاب. قول اوكي سقطت في الباك شنو هو النيكست ستيب اشنو نقدر ندير. انا ما كنستاهلش غير هاد زعما كنستاهل اكثر من انه يقولوا زعما هذا فاشل ولا شي حاجه. وقف على رجلك عاود اناليزي لا سيتوياسيون وشوف شنو كيفاش تو فاتي غي بروفي من هذيك لا سيتوياسيون. دابا انا رجعت بكم هاد اللايف هذا حتى ل 2007 مازال نرجع بكم اونكور زعما ديك شي اوقات في الحياه ديالي. والله الا ملي كنت نجلس مع الدراري في لويستي زعما انا لويستي كانت عندي الطوب زعما داكشي دوزنا في لويستي انا كنت فرحان حيت كاين في لويستي او موان بعدا كانت الماكله. نرجع بكم باقي لشي وحدين قبل شي اعوام قبل. انا باش كنتفكرهم بزاف هذوك الاعوام كنتفكرهم ملي كنت نقرا في اعداديه وكنخرجوا اعداديه انا قريتها في تيزنيت كنا كنخرجوا لواحد مول التليبوتيك قدام هذيك الاعداديه ديال سميتها اعداديه الوحده والدراري كيشريو الساندويتشات اللي زعما بوفري كيشري ساندويتش ديال الطون والحار بدرهم. انا ديك الدرهم ما كانش عندي كنطلب داك السخينه كنقول ليه الله يرحم باك دير ليا غا نص فيه الحار وكنعطي 10 دريال وحق الله العظيم عرفتي شي مرات دابا ملي كتكون ملي كت كيكون عندي شي بروبليم ولا شي حاجه كنتفكر هاد اللعبه هادي كنبقى نضحك كنقول شوف منين هزك الله على هاد الشيء نامبورت اي حاجه في الحياه تقدر تغلب عليها فهمتيني. خاص غير ما تفشلش راسك وبنادم راه نورمالمون ما خصكش تخلي بنادم يفشلك ما تخلي حتى شي واحد يقول لك انت شكون هو ولا انت شنو كتسوى ولا انت شنو كدير. ولكن اخي بحاجه هي الا انت خليتي راسك انت تيق بانك انت ما غاديش توصل ما غاديش دير فلوس ولا ما غاديش تنجح في الباك ولا ما غاديش تنجح في اي لعبه فهمتيني. ذاتس ات. وكما قلت لكم الدراري اللي خدامين بقل من 5000 درهم راه الا ما كنتيش كدير دابا شي حاجه اخرى شي اي حاجه اخرى ديال الكوميرس اون لين حيت كما قلت لكم هذاك اللايف اللي فات هاد الكوميرس اون لين دابا كيخلينا نتنافسوا مع شركات اللي عندهم ملايير عندهم دي بيدجي خيالي ديال الماركتينغ وكتمشي انت كتخشى معاهم وكتمشي وكتنافس معاهم وكتمشي وكتبيع معاهم. هاد اللعيبه هادي ما تقدرش ديرها في الحياه الحقيقيه دونك استغلوا الفرصه. والدراري اللي كيتخلصوا مزيان ماشي ما واقفش زعما على هادشي
كنخدم بعدا غير 3 سوايع 4 سوايع فهمتيني في هذا الشيء او ميم طون الا كنت كتخلص مزيان جمع فلوس جمع واحد العدد ديال جمع واحد واحد البورسونتاج من السالير ديالك ديما حطو جنب ماشي حطو جنب زعما راه باش زعما راه كتجمع فيه فلوس حطو جنب بور ان بوت ديال كما قلت لك من هنا 5 سنين 10 سنين تكون عندك واحد المونطون اللي انت تكون عندك لو شوا باش تخدم ولا ما تخدمش ولا دير شي حاجه ولا ما ديرهاش. هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم هاد اللعبه دابا اللي ضربات ليا في عقلي اليوم وبقيت كنضحك انا نقول شو دابا داك بي ام بي وبقيت خدام معاهم شي مرات كيخدموني من 9 د الليل حتى 6 د الصباح ولا 5 د الصباح وانا خرجت من عندهم باقي درت معاهم 6 شهور وخرجت خرجت من عندهم حيت كنت قلت لهم بغيت ناخذ كونجي في العيد ديال رمضان باش نمشي للبلاد وما بغاوش قالوا لي يلاه دخلتي يلاه ضربتي معنا 3 شهور ديك الساعه ماشي هذاك الشيء حتى العيد الكبير كلام اوكي على العيد الكبير دونك العيد الكبير صافي صافي قال لي صافي قرب العيد الكبير درت عاوتاني دوموند ديال الكونجي قلت لهم واش دير بغيت نمشي للبلاد قالوا لي سي بون مشيت خلاو لي حتى بقات شي 10 ايام 15 يوم العيد الكبير هو يقول لي عيط لي داك خينا وجلست قدامه قال لي يوسف صافا بخير قلت لي صافا قال لي راه ما غاديش تقدر تمشي كونجي قلت له علاش قال لي انت هو الصغير في ليكيب فعلا انا بوحدي انا اصغر واحد في هذاك ليكيب ديالهم قال لي انت هو الصغير وانت اللي ما مزوجش ما عندكش الاولاد الدراري كلهم مزوجين وداك الشيء ما خص ضروري زعما يعيدوا انت واحد خينا اخر هو اللي غتجلسوا زعما عرفتي انا سكت ولكن راه شدتني البكيه هنا فهمتيني ما بغيتش نجاوبو وخرجت وبقيت كندورها في عقلي وقلت واش غدير دابا مير دابا خرجت من عند هادو فين غنخدم المهم بقى فيا الحال ولكن فين بقى فيا الحال بزاف هي فاش داك النهار ديال العيد الكبير المهم ما بقيتش مشيت للدار وانا ديك انا علاش كنت باغي نمشي بالضبط ديك الوقيته حيت انا كنت العام الثاني ديال لو اس تي ديالي ما مشيتش كاع ما مشيتش للبلاد ما شفتش الوالده ديالي حيت كنا خدام انا في بروجي د فان ديتود ديالي اون فوا ساليتو خدمت معاهم ديريكتومون بان بي خدمت معاهم واحد 3 سمان من بعد ما تخرجت سميتو دونك ما مشيتش ما شفتش الوالده ديالي تقريبا شي عام قلت او مو غنمشي نشوف العيد الكبير زعما المهم بقى فيا الحال ولكن فاش بقى فيا الحال بزاف هي النهار ديال العيد الكبير خدمت انا خدمت في الليله ديال العيد الكبير خرجت مع 6 الصباح ساليت سميتو ديالي الوقت ديالي وشديت الطاكسي من تما من لي فار لا كتمشي على رجلك بعدا كتمشي على رجلك حتى لمورا حياة ريجنسي عاد باش كتاخذ الطاكسي ديال سيدي معروف انا كنت ساكن سيدي معروف ومشيت سيدي معروف وكنتلاقى الناس خارجين هازين الصلايات باغي يمشيو يصليو وانا مبوق انا بالناس مشيت نعست فقت مع ديك الجوج مع ثلاثه العشيه قلت نمشي نقلب على شي حاجه ما ناكل خرجت لقيت كل شيء سعد نهار العيد اش غندير اخويا اش غناكل اش غناكل بقيت كندور في عينيا وانا نقول غنقلب الدار واش كاينه شي حاجه ما تتكال في الدار وانا نلقى لي باط باطو الزبده درت واحد الكميله ديال لي باط وقلت بقيت كناكل فيها وكنشم الريحه ديال داك القطبان بولفاف شي بلاد مبارك كيشوي وانا كناكل في هذيك المقارونيه كملت هذيك المقارونيه كلها والله الا ضربت شي كميله ديال المقارونيه وكنضربتها كملتها بالبكا وبقيت نقول مير دين موم دابا هاد الخدمه هادي انايا اللي انا الدراري صحابي الدراري اللي كانوا ساكنين معايا صحابي كلهم مشاو للديور ديالهم وانا بقيت تما حاصل ما كاين ما تاكل في الزنقه كاين دوك لي باط وتشم الريحه ديال الماكله وانا نقول الله ينعل والديهم واخا يعطيوني 70 مليون باقا في هاد الخدمه ما نجلس معاهم وبقيت صافي قلت والله ما نخدم معاهم باقي بقيت كنقلب على خدمه وانا نتلاقى مع واحد الدري عاوتاني واحد ولد اكادير هشام سابقني هو سابقني بعامين وخدام في رونو قال لي ما تلاقيتش به وهادي قال لي كي داير تما بان بي وهادي قلت له ودي انا بغيت نخرج من هنا انا مرضوني ما خلونيش نمشي للدار وهادي وهذا قال لي واش بغيت تخدم في رونو قلت له واش تخدم في رونو بصح قال لي والله قال لي نشوف لك واحد البوست راه كاين شي بوست ديال لوجيستيك قلت له لوجيستيك وانا صاحبي راه الكترونيك قال لي المهم انت داك الشيء راه زعما راه غير كيفاش كيقولوا لي غير زعما لوجيك وصافي لوجيستيك لوجيك قلت له اوكي قلت له زعما الا بغاو يخدم معاه خدم معاهم مشيت عيطوا ليا خدمت معاهم ديميسيوني 15 يوم من ورا العيد الكبير وبغاو يتسطاو هذوك ديال البان عيطات لي هذيك خيتي ديال الدراش قالت لي قول لي غير شنو بغيتي ندير لك زعما تجلس قلت لها شوفي قالت لي نعم قلت لها واخا تعطيني 7 المليون ما نجلس لك باقي هنا
قالت لي غنزيدك ما عرفتش. قلت لها ما بغيتش تزيديني ما انا غنمشي في حالي. قالت لي علاش؟ قلت لها جو سون بلو فيفون يا سيدي، الا كنت تفرجت في هذا اللايف والله تعرفوش بالضحك. قلت لها لا جو سون بلو فيفون صافي دات سيت، ساليت انا الفيلم ديالي في هذا بي ان بي. وخرجت من عندهم مشيت خدمت في رونو، ورونو خدمت فيها حتى هي شهر ونص، وخرجت مشيت خدمت مع الفرنساويين تما فين جلست واحد عامين يمكن. هذاك رونو حتى هي مرضت فيها، انا ملي شفت الناس خدامين تما ب 1500 درهم في النهار، النهار كله هو خدام على 50 درهم، بقيت نقول ميرد هذا المغرب ما فيش ليكيتي صراحه في شي لعبات، ما كاينش لو سونس فهمتيني، ما كاينش لو سونس. دابا كتلقى واحد اوفري كيشد 1500 درهم، ماعرفتش دابا واش يكونوا طلعوهم، وكتلقى مهندس كيدور تما كيشد جوج الملايين، وكتلقى الديريكتور ديال لا ديفيزيون دانجينيوري كيشد 25 مليون. كانوا كيعطيو 25 مليون وعاطينو دار والشيفور ومخلصين ليه لا ميسيون فرونسيز لولادو ديالي. يلا بغيت نقول لكم الدراري هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم هاد الاكسبيريانس، سميتو خدمو وتموتيفاو. وكما كنقول شي مره سمعت قريتها في واحد اللعبه الصراحه كيقول لك حنا احسن جيل فهمتيني، ما اون ا لو شوا اي اون ا لا شانس باش نخدمو على ريوسنا اون ديباني ريوسنا اون ديباني والدينا وسميتو ما تبقى تابع حتى شي واحد. ايوا هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم الدراري. سميتو غنحاول عاوتاني ندير شي حاجه الويكاند الا قدرت، الا ما قدرتش حيت خاصني نخدم على داك بريزونطاسيون ديال داك ديال الاكسبو اللي عندنا في كازا ان شاء الله. ايوا سينو راه غندير عاوتاني شي حاجه، ندير شي لعبه ان شاء الله معكم. غادي ندير ليه سيف ان شاء الله، ولكن غادي نخلي غير هنا هذا جو بونس با غادي نحطو في يوتيوب. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم، الله المعين.